لسنا هنا في الحرم ولا في أحد باحات بلد مسلم، هنا أمريكا وبالتحديد نيويورك التي تحولت إحدى ساحاتها إلى مصلى أديت فيه أحد الفرائض جماعة. فهكذا رد مسلمو نيويورك على النزعة العنصرية التي تسبب ترامب في إشغال جذوتها ضد المسلمين، فلم يمنع ترهيبه ولا تهديداته رفع راية الإسلام بنفحات إيمانية انتشرت بين أولئك المصلين ليبينوا لترامب وللعالم تعدادهم ويفرضوا دين الإسلام ولو كره الكارهون. الصلاة لم تكن الوسيلة الوحيدة لجمع هؤلاء، فبعد الانتهاء منها احتشدوا بمشاركة عدد من أبناء ديانات أخرى ليرفعوا كلمات مناهضة لسياسة ترامب تجاه المسلمين ويبينوا أن أمريكا بلد الحريات ويعبروا عن سماحة دين الإسلام الذي يمقت الإرهاب. نحن المسلمون لا نرضى إلا بالخير وحسن الجيرة والتعايش. نحن المسلمون جئنا لنعيش في العالم كله، نحن لسنا بإرهاب. هكذا كانت العبارات السلمية التي تعالت في شوارع نيويورك لتقول لترامب بأن تهديداته لن تؤتي أكلها مع دين من أهم ميزاته الانتشار، فسماحة الإسلام ونقاؤه كان أقوى من توقيع ترامب على قرارات ضد المسلمين. كيف لا وهو القائل سبحانه في كتابه العزيز: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.